السلام عليكم ورحمه الله. البنات نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه خطيره رائعه جدا لمحبي الشوكولا والبرتقال. هذه عباره عن كيكه او تحليه كما حبيتوا سموها، المهم بالشوكولا والبرتقال. نبداو على بركه الله في الوصفه. في البدايه عندنا 3 بيضات كما راكي تلاحظين. البيض تاعنا يا البنات لازم يكون على درجه حراره المطبخ، ما يكونش من الثلاجه. نحطوا عليه رشه ملح ونخلط شوي كما راكي تلاحظين، ونضيف عليهم نص كاس سكر مع نص كاس شوكولا تويسكو. واللي ما عندهاش شوكولا تويسكو تقدر تعوضها بشوكولا تارتيني، اي دير نص كاس سكر مع 2 ملاعق كبار شوكولا تارتيني. نخلطو مليح شوكولا تطلي، نخلط مليح كما راكي تلاحظين، ونضيف نص كاس زيت ونخلط. هذه الوصفه يا البنات سهله جدا، ما تسحق لا باتور ولا بيترا. نخلط مليح حتى يدخل مليح الزيت في الخليط، ونضيف كاس عصير البرتقال. بنات انا حكمت زوج حبات برتقال كبار وبشرتهم في الرقيق كما راكي تشوفي، وعصرتهم وضفتهم للخليط. ونضيف ملعقه كبيره معجون، من الاحسن يكون معجون برتقال كما راكي تشوفي، ونخلط كلش مع بعض. ثم نضيف الفرينه، لازم نغربلوها. في البدايه نحط كاس كامل مع 2 ملاعق كبار كاكاو، والكاكاو البنات لازم يكون من النوعيه الجيده ويكون بني. ونضيف الكاس الثاني مع 2 باكي خميره كيميائيه وزن 10 غرام، يعني 2 باكي 20 غرام، ونغربل كلش مع بعض. بالملعقة نحاول نتخلص من الحبيبات اللي نلقاوهم في الكاكاو والخميرة، ونخلط. بهذا الشكل حتى يتخلط الخليط كامل. هنا راهي خاصتني فرينة، راح نضيف حوالي ملعقتين كبار فقط. والفرينة يا البنات على حساب النوعية، إذا كانت تشرب ولا ما تشربش. والمقادير الوصفة يا البنات أكد على 2 كيسان فرينة فقط. أنا الفرينة تاعي ما تشربش، ضفت 2 ملاعق. لاحظي معايا، من نص كاس نقصت غير 2 ملاعق وضفتهم، ونخلط مليح حتى نتحصل على هذا القوام. نحكم صينية الفرن، طول والعرض 40 على 28. ندهنها مليح بالمقارين أو الزبدة، ونغبرها بالفرينة، ونفرغ الخليط تاعي كما راكي تلاحظين. والفرن البنات في البداية نشعلوه، كي نبداو الخدمة في الكيكة تاعنا نشعلو الفرن باش يسخن على درجة 180، كي ندخلو الكيكة تاعنا نقصلو حتى 150. نحاول نسقم مليح الكيكة تاعي وندير هذه الخطوط كما راكي تلاحظين، باش الكيكة تاعنا تجينا على مستوى واحد، وندخلوها الفرن حتى تنشف تماما. لاحظوا معايا، بالنسبة للكلاصاج عندي 200 غرام شوكولا دادا نوار مع 2 علب كريم ديسير ذوق الشوكولا. نروح نذوب الشوكولا تاعي، ثم نخلط لها الكريم ديسير ذوق الشوكولا. لاحظوا معايا بعد ما طابت الكيكة تاعي وبردت تماما، انا راح نشربها بالعصير البرتقال. البنات كي تجي تشربيها لاحظي اذا ما شربتلكش في البدايه، نثقبوها بالموس او بالكوردون موجود عندك كما راكي تشوفي، باش الكيكه تتشرب مليح وتكون خفيفه وبنينه. كما قلت لكم البنات في البدايه، الكيكه تاعنا غنيه بالبرتقال والشوكولا، والذوق تاعها والله ولا اروع. لاحظي الان راهي تشرب بسهوله. البنات انا العصير تاعي ما صفيتوش، حبيت الذوق تاعو يكون باين. لاحظي نخلي الكيكه تاعي تتشرب مليح، ونروحوا مع بعض نخدموا كلاصاج السكر والبرتقال، السكر الناعم مع البرتقال. لاحظي عندي حوالي 2 إلى 3 ملاعق عصير البرتقال، نضيف له كميه من السكر الناعم كما راكي تشوفي،
والكميه يا البنات اللي نضيفها حسب كميه العصير اللي عندي. نخلط بالملعقه، نخلط بسرعه ونضيف السكر حتى نتحصل على القوام اللي نحتاجه. القوام تاعو لازم يكون ثقيل كما راكي تلاحظي. نحطها في هذه العلبه تاع الشوكولا ونحتاجها فيما بعد. لاحظوا معايا الكيكه تاعنا بعد ما شربت كميه العصير والشوكولا تاعنا ذوبتها، راح نضيف لها 2 علب كريم ديسير كما قلت لكم في البدايه، ونخلط مليح باش نتحصلوا على القوام متجانس، ونفرغوه مباشره على الكيكه. البنات بعد ما نغلاسيو الكيكه تاعنا نحطوها في المجمد حوالي 5 إلى 10 دقائق باش تشد روحها وتحكم روحها. وكي نديرو الكلاصاج الابيض اللي درناه بعصير البرتقال والسكر ما يطيحلناش الداخل، لانه هذا الخطا انا اللي وقعت فيه، ما كانش عندي الوقت، درته مباشره بعد ما غلاسيت بالشوكولا، حطيته مباشره وهبط لي لتحت وعاد مش باين، لانه الشوكولا ماهيش شاده روحها، ما حطيتهاش في المجمد. انتي ما توقعيش في نفس الخطا، كما تقدري تستغني عن هذه المرحله تماما، يعني تغلاسي فقط بالشوكولا وكريم ديسير وتدخليها المجمد وتقطعيها وتزينيها بشرائح من البرتقال وتقدميها. لاحظي معايا انا ما كانش عندي الوقت، قطعتها مباشره وزينتها بشرائح من البرتقال، زينتها بالبرتقال لان هذا عنوان الكيكه، كيكه البرتقال والشوكولا. والله مذاقها ولا اروع، ذوق خيالي، تفرح وتحمر الوجه خاصه مع الضيوف. لاحظي القوام، خفيفه وبنينه. هذه الكيكه غنيه بزاف بالشوكولا، كما لاحظتوا درنا شوكولا تويسكو كاكاو ودرنا شوكولا دادا مع عصير البرتقال والزيست وزدنا شربناها، والله ولا اروع. اذا درتوا هذه الكيكه يا البنات وقدمتوها لضيوفكم اكيد راح يتحمروا وجوهكم ويفرحوا بها ويطلبوا الوصفه، وزواجكم يعودوا يفخوا بكم. اذا عجبتكم الوصفه ديروا جيم وبارطاجيو بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.